الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تقبل صلاة من صلى في بيت فيه سورة المسيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان في بيت الإنسان سورة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يبقيها إذا كانت من صور ذوات الأرواح، لأن الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل صورة من صور ذوات الأرواح فإنها تحرم، لا سيما إذا كانت هذه الصورة تتعلق بمعتقدات الإنسان كالصورة التي يكذبون على المسيح أنها صورته، فإن هذه الصورة التي عند النصارى ويزعمون أنها للمسيح فهي في ذاتها كذب على الله عز وجل وعلى دينه وشريعته وعلى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا يجوز للإنسان أن يبقي شيئا من صور ذوات الأرواح في بيته، لا سيما الصور التي يتعلق بها أشياء من المعتقدات، فإنها مع كونها صورة إلا أنها تزداد حرمتها لأنه يتعلق بها هذا الاعتقاد الباطل الفاسد. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يصلي وأمامه هذه الصورة، ولا ينبغي له أن يصلي في غرفة فيها هذه الصورة، ولكن إذا فعل الإنسان شيئا من ذلك فإن صلاته في ذاتها صحيحة إن شاء الله، إذ لا دليل يدل على بطلان الصلاة في المكان الذي فيه صورة، إلا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى تكلموا في حكم الصلاة في الكنائس، ولكن السؤال ليس في الكنائس وإنما في بيت فيه شيء من الصور أو فيه هذه الصورة، فالصلاة في ذاتها صحيحة يا أخي، ولكني أنبهك على ألا يتكرر ذلك منك، فحاول أن يكون موضع الصلاة موضعاً لا محرم فيه، لأن ذلك أدعى لقبول الصلاة وأدعى لثبوت كمال الأجر وأبعد عن اشتغال القلب برؤية هذه الصورة وأبعد عن مشابهة أهل الكفر والأوثان في طقوسهم وأمور تعبداتهم، والله أعلم.